بسم الله وعلى بركة الله، ينطلق الشوط الرابع عشر للقعدان بحفظ الله ورعايته. أول المراكز هذا هو سراب عبد الله أبو برجس على أول المراكز، ثاني المراكز أرى هنا هملول سالم بن محمد المري، وثاني المراكز أرى تدخل من قبل أم صيحان سعيد بن محمد بن جمعان الغيثاني، ثالث المراكز أرى هنا هملول سالم بن محمد المري، رابع المراكز حامل رقم 62 غير مدون عندنا في الكشف، وخامس المراكز هذا هو مهند عبد الله بن طالب بن هليل على رابع المراكز أو خامس المراكز. أول المراكز هذا هو سراب عبد الله أبو برجس على أول المراكز يا سلام، وثاني المراكز هذا هو أم صيحان سعيد بن محمد بن جمعان الغيثاني على ثاني المراكز، ثالث المراكز أرى هنا أو غير مدون عندنا في الكشف، نعم غير مدون عندنا في الكشف أو سالم بن محمد بن حفيظ على ثالث المراكز، سالم بن محمد بن حفيظ على ثالث المراكز، رابع المراكز أرى مهند على ثالث المراكز أو رابع المراكز، عبد الله بن طالب بن أهلي الخامس المراكز، أرى هنا رعد راشد بن صالح الجوز على خامس المراكز. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى سراب، هذا هو سراب على أول المراكز، هذا هو أبو برجس على أول المراكز، يا سلام الله، هذا هو سراب، سراب على أول المراكز عبد الله أبو برجس. أول المراكز أول المراكز أرى هنا سراب عبد الله أبو برجس على أول المراكز، أول المراكز أرى تدخل من قبل أم صيحان سعيد بن محمد بن جمعان الغيثاني، وأرى تدخل من قبل مهند عبد الله بن طالب بن أهليل، يا سلام الله، أرى أول المراكز هذا أم صيحان سعيد بن محمد بن جمعان الغيثاني، وأرى تدخل من قبل مهند على أول المراكز، مهند تعود ملكيته للسيد عبد الله بن طالب بن هليل، ولكن بن جمعان له كلام آخر على ثاني المراكز. ثالث المراكز أرى هنا سراب عبد الله أبو برجس، وأرى تدخله من قبل الواعي فهد بن سالم بن مسعود، السلام يا ابن هليل يا ابن جمعان، هل الطلايب واصلي لك على ثالث المراكز؟ أرى هنا سراب راشد بن محمد، راشد بن حمد بن حبونه. نعود الى مهند، مهند على اول المراكز، هذا هو مهند عبد الله بن طالب بن هليل، ولكن راشد بن سالم بن حبونه على ثاني المراكز، هذا هو سراب، سراب ولا مهند، وارى هنا أرى الريان حمد بن سالم المري، وأرى هنا أرى شاهين سالم بن ناصر بن حفيظ، ولكن مهند صامد، مهند على أول المراكز، يا سلام، ولكن ابن حبونة، ابن حبونة له كلام من آخر على ثاني المراكز، هذا هو راشد بن حمد بن حبون، هذا هو سراب، سراب على ثاني المراكز، يريد أن يأخذ المركز الأول من مهند، ولكن مهند ولكن أرى هنا أرى راشد بن حمد بن حبون على أول مراكز سراب ولا، ولكن أبوه شوف ابن حفيظ، شوف ابن حفيظ على ثاني المراكز، قلب الموازين ابن حفيظ، هذا هو سالم بن ناصر بن حفيظ على ثاني المراكز، هذا هو شهيد، شهيد ولا سراب، سراب ولا شهيد، شهيد ولا سراب، سراب ولا شهيد، شهيد سراب، سراب يا سلام، هذا هو سراب راشد بن حمد بن حبونه، وثاني المراكز أرى هنا شاهين سالم بن ناصر بن حفيظ، وثالث المراكز مهند عبد الله بن طالب بن هليل، تهانينا وألف مبروك
لشراب راشد بن حمد بن حبونة، تهانينا والمبروك لتوقيت الزمن 4 دقائق 47 ثانية 60 جزءا من الثانية، تهانينا والمبروك.